السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ قبل اي كلام بس كده نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده هنعمل محشي. الولاد بقى عايزين ياكلوا محشي من نفسنا، بس للاسف يعني اللي جاب لي الكرنبايه جابها لي كده مخروعه فاضيه، بحس ان هي فاضيه مش مليانه، عشان لسه ده مش اوان الكرنب، يعني لسه بيطلع. هنسلق بقى الفراخ، هنحط ميه على النار للفراخ وحط ميه على النار نسلق الكرنب. وهنا نقع طبعا شويه فلفل كده عشان هحشيهم برده، ونقع الخضره والطماطم. لازم تنقعي حاجتك الاول كده قبل ما تعمليها. تمام، انا هقطع بس الكرنبايه، انا عامله قدامكم المحشي يا بنات كذا مره، فكل اللي انا هعمله انا هقطع الاول الكرنبايه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو ما بنرميش منها حاجه. انا عايزه اقول لكم حتى العيدان اللي بتطلع منها انا بخللها، تمام، مش برميها. انا على الفراخ عندي في ملح وليمون بعد ما غسلتها كذا مره. في بعض ناس بتسلق الورقه زي ما هي، وفي بتقطعه، تمام. انا بس ايه هفصل العيدان دي عشان انا بخللها بصراحة، مش برميها. وهعمل جنب الكرنباية بقى، بما ان هي صغيرة ورقها مش كتير، فهعمل جنبها بتنجال وكوسة وفلفل. بس انتوا عارفين لا غنى عن الكرنب طبعا. انا عندي هنا الميه غلت بتاعت الفراخ، كل اللي انا حطيته فيها قرن فلفل، بصلاية، ورقتين نوري، طماطمايه. الحاجات دي القرن فلفل ده بينكل الشوربه قوي، بيخليها هي والطماطمايه كده بيدي الشوربه كده طعم حلو. خلاص بعد ما نقعنا الفراخ عندنا وغسلناها غسله حلوه قوي، حطها كده في السلق عشان هنعمل بالشوربه دي كده حبه ملوخيه. وانا عندي هنا ميه الكرنب بتغلي اهو، قطعت الورق كده اهو، خسلته زي ما هو، وبعد كده بقطعه التقطيعه اللي انا حباها. تمام، خلاص انا الميه غلي هسقطه فيها، سهل جدا. وانت لو عايزه تقطعيه التقطيعه اللي انت تحبيها وتسلقيه كده شغال وكده شغال، بس انا بفضل دي عشان لما بتقطعيه مربعات وتسلقيه ممكن يتهرى منك، فكده احسن بتتحكمي في الورقه. يا دوبك انا بغطسه وسك في الميه وبقلبه بعد نص دقيقه كده ونص دقيقه على الجنب التاني، وبطلعه على طول. يعني انا هطلعه دلوقتي، اول ما تلاقي الورقه كشت كده مع نفسها جوه الميه طلعيه على طول، ما تسيبهوش اكتر من دقيقه عشان ما يتهريش. طيب انا خلاص طلعته من الميه السخنه وقلبت الميه السخنه بتاعته، فانا دلوقتي حطاه تحت الحنفيه، هبرده واعمل له عمليه تبريد كده عشان انا هسيبه لسه عبال ما اعمل الخضره واقطع الخضره بتاعته، عشان بس ما يتهرش مني. السخانيه كل ما تسيبيه في سخانيته كل ما هيتهرى منك، فانا هبرده بميه وهصفيه، وبعد كده هنقطعه ونجهز الخضره بتاعته بقى. هعمل الخضره بتاعت التراب، احطهم البصل كده. خلاص خلصت الخلطه، حطيت الرز على الطماطم والخضره والبصل. انا حطيت بقى بهاراتي، حطيت ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبره. مكون بقى يعني هو اللي هيخلي لك الخلطه بتاعتك تحفه. معلقه بن يا ام خالد، معلقه بن دي فيها بس على المحشي كده، وهي
بصي مش قادره اوصف لك، هتخلي لك خلطه المحشي بتاعتك، ما اللي ياكلها كده يقول لك دي حاطه ايه في المحشي. اللي هيدوقها لازم يسالك انت الخلطه دي عاملاها ازاي. طيب بس انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، وقطعت عندي الكروم اهو، دخلت بقى كله كده في بعضه. عامله القاعده بتاعت الكروم، حاطه العيدان بتاعتها، وحاطه زبده ومعلقتين دقيق وطماطميه وبصلايه صغيره عشان بس تنكه الايه المحشي عندي. انا حشيت المحشي اهو، وحطيت كده عليه قرنين فلفل، والكوسه اهي، والبتنجان، اي طبق كده صغير، نحط بس ايه على الكرنب كده عشان ما يطلعش في الوش اهو. وحطيت عليه الشوربه، بصوا الميه ما بتبقاش كتير، يا دوبك بس لمسه الحواف بتاعه الحله. انا حطيت شوربه ما حطيتش ميه، تمام. وهنا البتنجال اهو على النار، والكوسه اهو، وطبعا حبه ملوخيه برده، شوربه الفراخ. انا عملت قدامكم كذا مره الملوخيه، وفات حبه رز بخلطه ولعت عليهم. الرز ده العيال بيحبوه قوي. بس كده المحشي بقى ايه بتهدي عليه، اول ما يغلي تقوم هديه عليه، تمام، ما بيبقاش مهري كده، تبقى الصبع كده ماسك نفسه. هنشوفه مع بعض. المحشي الكرنب استوى، هنفضيه، هو سخن مولع لسه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الله اكبر اهو. صباع يعني مفيش حاجه مهريه عندنا، تحفه تحفه تحفه. هنغلي في الكوسه بقى والبتنجان. عرفت المحشي الكوسه طالعه تحفه تحفه، بس والله والله ما تعرفوش سخن قد ايه، سخن سخن. بص البتنجلايه ماسكه نفسها ازاي، والكوسه طالعه مش قادره اوصف لكم. الملوخيه بقى وجمالها، شوربه الفراخ، ومحشي الكرنب طالع اهو، عملته كذا مره يا بنات قدامكم اهو، صوبع ماسك نفسه، والفلفل اهو. يا رب بقى المحشي الكرنب والبتنجال والبطاطس تعجبكم. طبعا انا مش كنتش عايزه اطول الفيديو عليكم، بس عشان ما تزهقوش. ما تنسونيش بقى في اللايك، واشوفكم كده في حاجة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.